أعطوني اتصال. مساء الخير. ألو مساء الخير. ألو مرحبا. يا هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا دكتور سطام؟ الله يسعدك يا رب. إن شاء الله بالصوت الله يرضى عليك. يطول عمرك. إحنا بدنا العفو العام يا سيدي. ابشري يا سلام الله عليك. بدنا العفو العام بكفينا. والله لو في دل اطلع لك اياه هسه. ابننا له 9 أشهر محبوس مش حرام؟ وبروحوا على المحافظ وبعد المحافظ بروحوا اقامه جبريه كيف بدهم يشتغلوا؟ كيف بدهم يشتغلوا يا بني؟ والله يا خالتي والله متنا من الجوع كل واحد ورا 5. طيب انا 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 وصلت الرساله تبعتك. حرام حرام والله حرام هيك يصير فينا. نعم. حرام يعني بدكم ايانا نلطم من عيط نطلع بالشوارع نشحد. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طيب اختي الكريمه انا بدي اشكرك. اولادهم على الباب شحدوا مدارس انه ياتهم بدهم يدشون دور يطلعن. احكي احكي. أبوهم مات والله ما شافوه. والله أبوهم مات ما شافوه. والله إحنا قاعدين أرامل في الدار هينا وبنتي أرملة عندي. وأنا أرملة كمان. ما نروح نشحد يا بني إحنا ولا يا وين نروح؟ إحنا بنناشد الملك بالعفو العام بنناشد الملك. إحنا قصدينا الله وقصدينك. والله مصيبنا يموتنا وشعبنا على الابواب مغناش مصر نودي لاولادنا في السجن. وين نروح؟ وين نروح نسحب فيها الحكومة الظالمة؟ طيب اختي الكريمة انا طيب خلاص الله يعطيك العافية يا رب وإن شاء الله أنه صوتك يكون مسموع وهذا حديثنا يعني وهذا الشيء اللي إحنا قاعدين نطمح فيه. وجع الناس ما بحس فيه إلا الناس ما بحس فيه إلا الأشخاص اللي تحت القهر.